شريناتك طامت تطلع شمسها يا شعب اللهبك البشير بقول لبشير الجيعان هو جوع شعبه وهو شبعان ربنا ينتقم منه وربنا يطير عشان يشوف ربنا يشوف كمان تاني الناس دي يعيشوا في سلام الناس تعب تعبوا شديد يا بشير 30 سنه ما تطلع منها قاعد تسوي شنو قاعد تسوي شنو يا بشير حرام عليك 30 سنه يا بشير حرام عليك جوعت شعبك مرضت شعبك قتلت شعبك قتلت اولاد الناس حرام عليك قاعد 30 سنة طير منها خلاص الناس خلاص زهجت من الكلام الفارغ الهلاميات اللي هم بيقدموها للناس الشعب خلاص ما عندها خيار ثاني غير انكم تزيحوا البلد نحو تخلوا الحكومة وتخلوها للشعب في حكومة انتقالية وانتخابات عاجلة نظام انت ساقط ساقط وانت ساقط اصلا في نظر الله ونظر الشعب وانتوا ساقطين في نظر انفسكم انتم ماسكين فيها عشان مصالح دنيويه عشان قروش تمرقوها برا لكن خلاص الشعب قام عليكم وافضل وافضل تلموا باقي اللي عملتوه وسلموها للشعب ثوره ثوره حتى النصر نحن الشباب جايين الوجيه جايين لكم نحن ناس كندا بدينا من تورنتو سان كاترينز حنمشي لغايه او ويست ادمنتون وكالجري كندا كلها حتقوم عليكم اول حاجه اقول يزبط نظام الجبهه الاسلاميه كويس اول حاجه نقول للبشير ارحل ارحل يا اخي كفانا خلاص خلاص داون داون البشير نحن كلنا في كندا كلنا في اونتاريو كلنا في نياغرا ريجن كلنا في سان كاترين ولان نياغرا فولز مع الشعب السوداني يد واحد ندعمكم بدمنا وبمالنا وبأولادنا وبأطفالنا أن احنا معاكم وإن شاء الله ثورة ثورة حتى النصر إن شاء الله بإذن الله منتصرين وحتسقط غصبا عن أي زول حتسقط إن شاء الله بإذن الله عاش نضال الشعب السوداني البطل ونتمنى أن تستمر المظاهرات حتى إسقاط النظام الدكتاتوري الذي استمر 30 عاما والصبر الشعب السوداني البطل صابر وإن شاء الله نرى نورا في آخر النفق وإن شاء الله سوف تكون هناك حكومة ديمقراطية تحقق لنا الرخاء والنماء والسلام بإذن الله. قال تعالى وأملي لهم إن كيدي متين أي طاغي إن كيدي متين. بقول الشعب السوداني يستحق الحرية ويستحق إنه يعيش في نظام ديمقراطي ونستحق ده لأنه إحنا ناضلنا كثير وينف للديكتاتورية نازل لأنه 30 سنة كفاية حتى ولو أطعم الشنو ثاني يعني ما أظن في شيء فضل يعني أدار غيرك يمكن يصلحوه قول للبشير كفاك يا أخي التحطيم والدمار اللي عملته في بلدنا حطمتنا ودمرتنا فعلا وشردتنا وخليتنا الواحد ما قادر يقعد في بلده بأمان ناس طلعت يا أخي 30 سنة كفاك يا أخي خلاص أنت عايز شنو تاني يعني عايز تحكم شنو هياكل العظمية خلاص أكلتها فحط يا أخي فحط جيم أوفر أنا وآية نقول للبشير كفاك كفاك ينفس ينفس 30 سنة كفاية ستيب داون وخلي الزول اللي أكفى منك يدير السودان جوحت الناس عذبت الناس قتلت الناس يا بشير أرحل He needs to get out, you're a tyrant. We're done with you, and inshallah, a new regime that holds democracy first. Thank you.
يعني خلاص يعني A gunshot does not kill one silence, it's someone's silence that kills. Yes! Yeah! Yeah! It's time to go, it's time to go! Step down. Like, there's no place for you right now in Sudan, so you might as well just step down. يرحل 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 البشير احنا ما عايزين انت خلاص انتهيت ارحل ارحل اول حاجه المواطنين في الداخل انا بقول لهم انه يعني اصمدوا الصمود الشعب السوداني الصابر المعلم طيلة 30 عام وأنت تكابد ونحن من خلفكم حتى الثورة نحن نقف في أرض صلبة هنا في كندا وفي أمريكا وفي لندن وكل الدول الغربية كلها تقف معنا بإذن الله إن شاء الله كده البشير ينزل يعني هاي ينزل إن شاء الله والبلد نرجع كلنا ونحن نرجع بلدنا تاني قولوا شنو للبشير اتركنا في حالنا وخلينا نشوف حياتنا ارحل بس كفايه والله ارحل 33 ولا 53 كفايه ان شاء الله صوره منتصره وشايفين الناس برا يعني الحمد لله واقفين معاكم وصلنا صوتنا للحكومه الكنديه وان شاء الله هذا الام بي حيوصله وما دارين الشارع يقيف اطلاقا وما تخافوا ما تخافوا الناس زين قربوا قربوا لانه بيناتهم كالبليله زي البليله اللي بتغلي في بعض وان شاء الله منتصرين ان شاء الله منتصرين شكرا جزيلا ايها الشعب السوداني البطل انا بكلمكم من مدينه من كلا من مدينه سان كاترين انا بضم صوتي للشعب السوداني الشقيق بقول له اصمتوا ونحن معاكم للنهايه يا البشير ارحل ارحل كفايه كفايه قتل ابناء شعب السودان الابرياء وكفايه فصل الناس من بعض وكفايه يكفي كده كفايه فصل الجنوب من الشمال وانا بعي كل زول طلع بكل شجاعه بكل حريه انا معاكم داون داون يا البشير اي سي سي يا البشير شكرا انت منو انت قتلت ولاد اعمامنا انت زرقت السن والفيل انت ضبعت جرب عزتنا انا الدمري انا السيف انت زرقت الدين زنديه بعد الصوره بعد الصوره انت الليل يا فرعون لا تقول للدور وزح يطلع شاك الدين بكره مدينه دوق اليابان بكره مدينه دوق اليابان بكره نجي صهوه الغيم احنا سئلنا اللت والعجل احنا كرهنا ظلام الليل احنا كرهنا ظلام الليل احنا بنينا اراده وهم بكره تجوم طوفان وشيخ هجلت لك كلمات وحرف وقف الشعر ما خلاص يا فرعون الزمن القاس لو زوبينه وزع ظلمك بين الناس This is the letter, this is the official letter we're sending. I'm going to read it to you guys. We are writing to draw your attention to the concerning excessive use of force and brutality by Sudanese government authorities against peaceful protesters that have swept across the Sudan on Wednesday. We are primarily concerned about the violent suppression by Sudanese government forces against citizens and their right of peaceful assembly and protest. These forces, including national intelligence and security services, police and army, have brutally beaten peaceful protesters with sticks and batons, fired tear gas, and used live ammunition to disperse protests. Over 30 civilians were killed so far, and many sustained gunshots. The number of wounded is unknown. The death toll will rise if violent crackdown by these forces continues to mount up unstopped. To make this worse,
The government of Sudan has cut off the internet connection and blocked social media such as Facebook, Twitter, and WhatsApp. Furthermore, many activists remain detained and concerned about their safety are rising among their families, neighbors, and friends. Therefore, we urge the Canadian government to call on Sudanese government immediately to immediately stop their atrocities and violent crackdown on these peaceful protests, stop their unjustified arbitrary arrests of peaceful demonstrators, and release all detainees. Thank you for your consideration of this humanitarian matter to call on the Sudanese authorities to stop their violation of human rights and using forces on demonstrators who are peacefully expressing their rights to speak out. Sincerely, the Sudanese community in Niagara region. Now I'm going to hand this letter to our own Chris Biddle, our MP. Thank you so much. Before I begin, I just want to acknowledge Mayor Walter Senzik, the Mayor of the City of St. Catharines, and Kerry Porter, who's our City Councillor here downtown. Thank you. We want to say that we're here with the Sudanese community. We stand united with you. I will take this letter and I will pass this message along to Chrystia Freeland, the Minister of Foreign Affairs for Canada. It's important to recognize the violence that's been going on for far too long, violence that many of you came to Canada because of, and we recognize that and we acknowledge that. And you came to Canada because of the freedom to protest, the freedom to live in peace, and that's something we want for Sudan, and that's something that we will call for, something that we will pray for. And I want to thank you for standing up for Sudan. Thank you so much for giving the opportunity to speak. Thank you. Mayor of St. Catharines, Mr. Walter, have speech to you. Thank you. All right, I want to welcome everybody here to City Hall. And I want to welcome you here because for everyone here, this is your City Hall. I don't know if you can see me. This is a place where we come together. Many members of our community have come here to City Hall many, many years to fight for justice, not just for those in our community, those in our country, but for communities around the world. And this is an example of the Sudanese community coming together here at City Hall, joined by many members of our community, to support and fight back, to support those who are fighting back against what's happening in Sudan. It's important that a community like St. Catharines supports the Sudanese community, because what's happening in Sudan is affecting members of your community. And we stand with you, and we can assure you that we will stand with you to fight back as the Canadian government does against what's happening in Sudan. بقول لك بشير نلقاك هناك في المحكمة لما تلبس حبل المشلم. من بيناتك معاك تطلع شمس على راسك من شبيناتك معاك تطلع شمس على راسك يا شمس.